أنتم خضتم حربا بدعم 200 مليار دولار في اليمن. ما الأثر الذي سيخلفه مصرع الجنرال قاسم سليماني في عملية عسكرية أمريكية بالعراق على مجريات الأحداث في اليمن؟ سؤال تفرضه طبيعة الاصطفاف الحوثي في إطار المنظومة التي تقودها إيران والدعم الخفي والمعلن الذي تقدمه طهران للميليشيا منذ سنوات. في اليوم التالي لبدء عاصفة الحزم ترددت بقوة أنباء مصدرها وسائل إعلام إيرانية مقربة من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وأكدها وزير الخارجية الأسبق رياض ياسين أفادت بانتقال الجنرال سليماني إلى صنعاء وبتواجده فيها لإسناد الحوثيين في مواجهة عملية عسكرية واسعة تدعمها الرياض لإنهاء انقلاب الحوثيين في صنعاء، وهي أنباء نفاها القيادي في ميليشيا الحوثي محمد البخيتي في ذلك الوقت. وسواء أقام الجنرال سليماني بزيارة إلى صنعاء أم لم يزرها، فالثابت أن الجنرال كان قد أضاف هذه العاصمة إلى نطاق اهتمامه الجغرافي وإلى عواصم عربية أخرى وقعت بالكامل تحت الهيمنة الإيرانية، لا بقوة إيران هذه المرة، ولكن لأن الظروف ساعدتها كثيراً في اليمن لتحصل على هذه الهدية الثمينة بإسناد سخي من الرياض وأبوظبي. أشرف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني طيلة الفترة الماضية على العملية العسكرية الخارجية للحرس في مساحة شاسعة من المنطقة العربية، واليمن جزء من هذه المنطقة، حيث تواصلت تحت إشرافه عمليات تهريب الأسلحة والإسناد الميداني ذي الطبيعة اللوجستية عبر العشرات من الخبراء الذين تولوا إصلاح وتهيئة تركة النظام السابق من الصواريخ البالستية التي آلت إلى الحوثيين وتركيب الطائرات المسيرة وتوجيهها، بالإضافة إلى الدعم السخي في الجانب الدعائي والإعلامي. وطبقاً لمعلومات استخبارية أمريكية نقلها موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي المتخصص بالشؤون الاستخباراتية، فإن الجنرال في الحرس الثوري عبد الرضا شهلائي يتواجد حالياً في صنعاء على رأس قوة مكونة من حوالي 400 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي. وقد عرضت الخارجية الأمريكية في أوائل ديسمبر الماضي مكافأة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن هذا الضابط. نبأ يشير إلى صيرة الوثيقة للجنرال سليماني بمجريات الأحداث في اليمن، كون رضا شهلائي يعمل تحت قيادته المباشرة ويتولى حراسة النفوذ الإيراني الطاغي على الميليشيا في صنعاء ويوجه الأجندة الحربية لها بما يتفق مع أولويات إيران وأهدافها ومخططاتها الاستراتيجية في المنطقة، وعلى نحو يكشف حجم الخسارة التي مني بها الحوثيون بمقتل الجنرال قاسم سليماني.